هل تجوز الصلاة خلف أهل البدع وأهل وخلف أهل العقائد الباطلة؟ هذا يختلف. البدعة المكفرة لا تجوز الصلاة خلف من يقول بها، وأما من البدع التي لا تكفر فهذه نخاطب أولا المسؤولين عن المساجد، فنقول لا تجعلوا المبتدع إماما للمسلمين حتى وإن كانت بدعته غير مكفرة، لأنه يخشى أن ينشر بدعته في الناس، والإنسان في غنى عن هذا. لكن لو أنه جعل وصار إماما وبدعته غير مكفرة فإنه يصلى خلفه، إلا إذا كان في هجر الصلاة معه مصلحة فتترك الصلاة معه إلى مسجد آخر. نعم، أحسن الله إليكم.